الشهرة مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني، وقسوة كاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر، ورفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ، والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة، ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية مع الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى، والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفيد فأخبر. يكفي لهنا. بدأ رحمه الله تعالى هنا يركب الكلام، والعربية جملتان، جملة اسمية عمدتها المبتدأ وخبره، وجملة فعلية أساسها عمدتها الفاعل أو نائبه، والجملة الفعلية تكون مسبوقة بفعل مثل يقوم زيد، ولو قلت هل يقوم زيد لا زال الجملة فعلية وإن سبقتها هل، والجملة الاسمية تكون مسبوقة باسم نحو زيد قائم، ولو قلت هل زيد قائم لا زالت جملة اسمية، كذلك لو قلت كان زيد قائما لا زالت اسمية حتى مع تقدم كان عليها وهي فعل. قال المبتدأ نوعان، مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع سد مسد خبر. بث الأول بقوله مبتدأ زيد وعاذر، لو قلت زيد عاذر فزيد مبتدأ وعاذر خبره، زيد مبتدأ وعاذر خبره. فإن عكست جعلت الوصف مقدما على الاسم اجعل الوصف مبتدأ، لكن عند البصرية لا بد أن يعتمد على رفع واستفهام، تحب أن تجعل الوصف مبتدأ أعنه اجعله معتمد على رفع واستفهام، فتقول ما قائم زيد، قائم مبتدأ وزيد فاعل سد ما سد خبر، وتقول هل مضروب العبدان، مضروب مبتدأ والعبدان نائب فاعل سد ما سد خبر. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى واختلفوا فيما له التأصل في الرفع، هل مبتدأ أو فاعل، وجه كل باتجاه يجلو، من ثم قال البعض كل الأصل، هل الأصالة في الرفع للفاعل أو للمبتدأ؟ قال بعضهم الأصالة في الرفع للمبتدأ لأنه يتقدم فيكون مبتدأ ويتأخر فيكون مبتدأ، تقول زيد في الدار زيد مبتدأ، وتقول في الدار زيد زيد مبتدأ، بخلاف الفاعل إذا فقد موقعه فقد الفاعلية فتقول قدم زيد، فلو قلت زيد قدم لم يعد زيد مبتدأ، فصار لم يعد زيد فاعلا فصار مبتدأ. واضح؟ نعم؟ يعني الأصالة في الرفع أيهما له أصالة في الرفع؟ بارك الله فيك. ثمرة ذلك لو قيل لك من قام فتقول زيد، فمن قال الأصالة في الرفع للمبتدأ أعرب زيدا فاعل والتقدير عنده زيد قام، ومن قال أصالة في الرفع للفاعل قال زيد فاعل والأصل عنده قام زيد. فهمتها؟ قوله مبتدأ زيد وعاذر خبر هذا تقرير للقاعدة بالمثال، ولبعضهم وشاد يسألني ما المبتدأ وما الخبر بينهما لي مسرعا قلت له أنت القمر. هذا أسرع شيء، أنت القمر وأنت مبتدأ والقمر خبره. أنا قولي مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى عن الخبر في أسال ذاني، ولا فرق بين أن يكون الاستفهام بحرف أو باسم نحو كيف قائم زيد، كيف اسم استفهام مبني في موضع نصب حال وقائم مبتدأ وزيد فاعل سد وسد الخبر، فالمعتمد عليه هنا استفهام وهو استفهام باسم. واضح؟ وكذلك من ضارب زيد، من اسم استفهام مبني في موضع نصب مفعولا به وضارب مبتدأ وزيد فاعل سد وسد الخبر. ما راكب عمرو، ما اسم استفهام مبني في موضع نصب مفعولا به وراكب مبتدأ وزيد فاعل وعمرو فاعل سد وسد الخبر، هذا الاستفهام. والنفي مثله، لا فرق ان يكون النفي باسم نحو غير لاه عداك، غير لاه عداك، غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك،
غير مجد غير مبتدا ومجد المضاف اليه مجد اسم فاعل ونوحه فاعل سد مسد الخبر واضح. وكذلك يكون النفي بحرف نحو ما قائم زيد ما نافيه ترفع الاسم وتنصب الخبر وقائم اسمها مرفوع وزيد فاعل سد مسد الخبر ولم ياتي منصوب ما لان الخبر لان الفاعل اغنى عن خبرها. وتقول ليس قائم زيد انتبه لهذا المثال ليس قائم زيد ليس فعل يرفع الاسم وينصب الخبر وقائم اسمها مرفوع وزيد فاعل سد ما سد الخبر اين منصوب ليس اغنى عنه مرفوع الوصف واضح. فانا قوله وقسوة كاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز ذو الرشد اجاز الكوفيه ان يقع الوصف مبتدا غير معتمد على النفي ولا على الاستفهام فيجوز عندما تقول قائم زيد قائم مبتدا وزيد فاعل سد ما سد الخبر وقائم لم يعتمد على شيء وهذا ومثل هذا يحمل البصري على التقديم والتاخير قائم زيد قائم الخبر المقدم وزيد مبتدا ما خبر لا حرج في هذا. استدل الكوفيه لقول الشاعر خبير بنو لهب فلا تكون ملغيا مقاله لهبي اذا الطير مرتي خبير قال مبتدا وبنو لهب فاعل سد ما سد الخبر وقال البصري هو على التقديم والتاخير خبير خبر وبنو لهب مبتدا قالوا كيف اخبرتم بخبير عن بنو لهب وخبير مفرد وبنو جمع قالوا لا حد والملائكه بعد ذلك ظهير فعيل يخبر بها عن المفرد والمثنى والجمع فنقول هي وقد يجوز نحو فائز ذو الرشد والثاني مبتدا وذا الوصف خبر ان في سوى اذا تطابقا في غير الافراد وغير الافراد تميز والجمع اذا تطابقا في الافراد اجعل الاول خبرا مقدما واجعل الثاني مبتدا مخرجا فتقول قائمان الزيدان قائمان خبر مقدم والزيدان مبتدا مؤخر قائمات الهندات قائمات خبر مقدم والهندات مبتدا مؤخر قائمون الزيدون قائمون خبر مقدم والزيدون مبتدا مؤخر. قالوا لماذا قالوا كما انه لا يجمع الفعل لا تلحق الفعل علامه تثنية ولا جمع كذلك يجب ان لا تلحق الوصف علامه جمع ولا تثنية فكما انه لا يقال يقومان الزيدان ويقومون الزيدون ويقومون الهندات لا يقال أقائمان الزيدان ولا أقائمون الزيدون بل الصواب أن يقال أقائمون الزيدان وأقائمون الزيدون وأقائمة الهندات بالإفراد. فإن وقع هذا خرجنا عن موضوع الفاعل كليا فقلنا الأول خبر والثاني مبتدأ والخبر لا حرج يطابق المبتدأ بالإفراد والثاني والجمع واضح هذا؟ نعم. ومن أجاز لغة كلمة براغيث أجاز أن يقال يقومان الزيدان ويقومون الزيدون أجاز هنا فعنده يستطيع أن يقول قائمان الزيدان قائمان المبتدا والزيدان فاعل سد وسد الخبر لأنه لا يمنع لحاق على التثنية والجمع الفعل وكذلك لا يمنع التثنية الوصف مع 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 مع, 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 مع مرفوعه رفع إذا كان مفردين إذا كان الوصف ومرفوعه مفردين فما الحكم؟ تقول قائم زيد لك فيه وجهان تقول قائم مبتدا وزيد فاعل سد مسد الخبر ولك ان تقول قائم الخبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر لانه قال ان ليس والافراد طبقا فالافراد يبقى فيه الوجهان. اما اذا اختلف بان كان الوصف مفردا والمرفوع مجموعا او مثنى فليس هناك الا وجه واحد الاول مبتدا والثاني مرفوع عظمى. قال رافع المبتدا الابتداء وهو عامل معنوي وعند العام في العربية نوعان معنوي ولفظي والمعنوي الابتداء رفع المبتدا والتجرد رفع المضارعة والمخالف عند الكوفية تقتضي النصب عندهم وبقية عوامل لفظية كذلك رفع خبر بالمبتدا رافع الخبر للمبتدا. أمس في المعركة قبل المعركة في عدد التعريف أقسام العهدية بارك الله فيك نسيتها العهدية والجنسية والعهدية ثلاثة عهد ذكري أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصي فرعون الرسول ذكرتها وذهنية ثانية ثم في الغير الغار معروف
وحضورية، عهد حضوري. اليوم بدأ الصيف، اليوم أكملت لكم دينكم، هذه العهدية ثلاثة. والجنسية ثلاثة كذلك، ما جاء لبيان الماهية، نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي، الماء جنس الماء، والاستغراق الجنسي، وعلامتها أن تخلفها كل، نحو إن الإنسان في خسر، أي إن كل إنسان في خسر. والاستغراق خصائص الجنس مبالغة، نحو أنت الرجل علما، فال نوعان، الجنسية والعهدية، وكل منها ثلاث أقسام.